أسأل عن توقعاتك وأمنياتك. الأرجنتين وفرنسا. الأمنيات الأرجنتين، التوقع ما راح أقوله. فرنسا صح؟ ما أقدر. ما تقدر؟ ما أقدر. ترى أعطيناك ثلاثة المفروض تقول. عبد الله شوف، أنا دائما أعطي توقعي بدون عاطفة، لما يصير فيه العاطفة ما أقدر. فرنسا ما خلاص عرفنا. عادل. أتوقع وأتمنى الأرجنتين بفارق هدف 2-1 أو 1-0. أنت ما راح تقول، أنت ما راح. مع إيماني بقوة منتخب فرنسا. طيب سفيان. فوز الأرجنتين في ضربة الجزاء. أمنياتك هذه أمنياتك ولا توقعاتك؟ توقع. أمنياتك فرنسا الأرجنتين.